ازيكم سنه تانية عاملين ايه حبايبي هناخد النهارده يونت 7 ستيب اسم اليونت ار يو فريندز تمام هنقول مع بعض الكلمات عندي هنا اصدقاء اصدقاء فريندز طبعا صديق واحد يعني ا فريند طلاب يعني تلاميذ ستودنتس ستودنتس تمام عاملون الناس اللي بتشتغل العاملون workers workers صف دراسي جريد يعني انتم مثلا في سنه تانية يبقى grade 2 تمام سنه ثالثه جريد 3 أخت سيستر أخت يعني سيستر طويل طويل طول طويل يعني طول عندي تلميذ أبيوبل أبيوبل هي يعني شي وهو يعني هي تمام تعال نشوف الأنصر اللي عندنا في التست ده أول سؤال بيقول لي إيز هي أبوي هل هو ولد إيز هي أبوي نشوف الصورة صورة ولد طبعا يبقى هكتب يس وأعمل كومة وأعمل كروس بين الكلمة الأولى والتانية واشقلبهم على طول يبقى يس هي از يس هي از وما ننساش نحط الفول ستوب تمام سهل جدا طبعا احنا عارفين السؤال اللي اوله از والسؤال اللي اوله ار بجاوب عليه يا اما بيس يا اما بنوع على حسب الكتابه او على حسب الصوره اللي هو حاططها لي الاكسرسايز الثاني يا اولاد فينيش فينيش ده الاجابات موجوده فوق اهو هاخد منها واحط على السبيس المكان الفاضي نمبر 1 شي a sister يبقى شي طيب. طيب. ايه طبعا شي از ا سيستر شي از ا سيستر عارفين شي وي هي وي ايت از شي وي هي وي ايت از طيب نمبر 2 اي ام اي ام طيب يا ترى ناقصها ايه طبعا يس يبقى يس اي ام يس اي ام تمام لو عندي في الاخر نقط طبعا احط في الاول نو no. طيب نمبر 3 نوت يو تول يو تول كيتشن مارك ده سؤال يبقى عاوز ايه عاوز ار ار يو ار هل انت طويل هل انت طويل السؤال اللي اوله ار او از يبقى معناها السؤال اللي اوله ار وإيز يبقى معناها الاجابتين ليه يا اما يس yes يا اما نو no. فينش ده من اسهل الاسئله السؤال اللي بعديه ري ارينج <كلمة> يعني هرتب الجمله كلمة اللي تحتيها اللاين هبتدي بيها تمام اول واحده إيز وهي وتول يبقى هبتدي بايه سنة تانية هبتدي هاخد هي في الاول هاخد هي في الاول يبقى هي is tall هي is tall وطبعا في ولاد كتير بيقولوا لي اتول اتول هحطها لو انا عندي بعد تول ناون لو عندي اسم بعد كلمة تول تمام لكن تول بس كده لوحدها يبقى هي is tall نمبر تو هتبقى الخط تحت كلمة ار يبقى ار يو اجيرل girl ار يو اجيرل ومننساش وما ننساش مارك نمبر 3 وي ار فريندز وي ار فريندز تمام نحن اصدقاء وي ار فريندز وما ننساش طبعا في الاخر بنحط لو هي نقطه او علامه استفهام وطبعا عايزه سبيس بين كل كلمه والتانيه ما تبقاش حروفنا كلها كده جنب بعضها لا لازم سبيس بين كل كلمه والتانيه عشان يبقى الخطنا طبعا جميل اوكي يبقى اول واحده هي ستول نمبر 2 ار يو ا جيرل 3 وي ار فريندز. الاكسرسايز اللي بعديه تشوز اختار. <applause> الاختار ده الاختيارات دي يا اما هيجيب لي مكان فاضي واحط فيه الاختيار يا اما بعمل سيركل وبس. طيب اول واحده بتقول ايه يا ولاد؟ they not بيوبلز تلاميذ او طلاب يبقى they بتاخد ايه؟ they are يبقى they will we will you are. واليو will we will you are. نمبر 2 uh, you a girl طبعا ار طبع. you a girl؟ are you a girl؟ هل انت

تمام يبقى ام ولا ام نوت دي يس يبقى ام بس ام بس يس اي بس فالسؤال اللي تشوز ده من اسهل الاسئله ومحتاج تركيز انتوا بقى مش بتقروا بتقعدوا تعملوا سيركل على طول كده من غير ما تقروا لازم بقى السؤال ده يتقرا يا سنه تانيه كويس جدا